النهارده قررنا نعمل كل حاجه الجيل اللي اكبر مننا بيتنمر علينا بسببها، من اول دروس الكيجي والحضانه مرورا باتيكيت سوق العمل وصولا للضوافر اللي انا يعني مدمناها تقريبا. مش عارفين بقى هنروح على فين بعد كده، بس ربنا يستر. النهارده هنتكلم عن الهارد جل وايه الجديد في المجال ده، وممكن كمان نبقى ناخد الكليريك في نفس الحلقة لو عندنا وقت أو في حلقة مفصلة. خلونا نرحب عشان الوقت ما يضيعش بكريستين سامي خبيرة تجميل الأظافر. منورانا يا كريستين ومنورانا يا نور. هنستغل صوابعها النهاردة في إن احنا نتعلم عليها. طبعا الموضوع مش جديد بس كل شوية بيطلع فيه جديد. أنا عايزاكي تقولي لي إيه الحاجات اللي لو لقيت التكنيشن بتعملها أوقفها، أقول لها اللي أنت بتعمليه ده غلط. إيه مثلا؟ انا لو انا عايزه مثلا ضوافري مش محتاجه ان اعمل اكستنشن، انا ضوافري طويله اصلا شكلها كويس، ليه انا اقصها واركب اكستنشن عليها؟ ما انا ممكن اعمل عليها تريتمنت عشان بس تدي شكل كويس، مش محتاجه ان انا اقصها واركب حاجه عليها تاني. انا بس يعني هيبقى اسهل كتير انا احط جيل بولش عادي واقعد بيها فتره كويسه من غير ما يتقشر. طيب في حاجات تانية اكيد في طيب انا عايزاكي تبداي تشتغلي وتقولي لي على بقيه الحاجات التانية واحنا شغالين. اوكي طيب، هي دلوقتي ضوافرها قصيره قوي فمحتاجه ان احنا نركب اكستنشن عشان ندي طول ويدي شكل. ماشي، فهنعمل دلوقتي اللي احنا هنعمل هنركب اكستنشن اللي احنا هنحط عليه الهارد جل. الحاجات دي كلها سهل نشتريها وسهل نستخدمها في البيت طبعا. بجد؟ مش محتاجه اخد كورس عشان اعمل الهارد جل في البيت؟ لا، الهارد جل محتاجين ناخد كورس، بس الاكستنشن دوت ممكن نركبه في البيت عادي ونحط عليه نيل بولش عادي. فالموضوع هيبقى البريس اون دي طالعه جديد بتريكومندي بيها؟ البريس اون الفيك نيلز دي سهل قوي، ده احنا ممكن نحطها لو عندنا مناسبه او حاجه لمده 4 ايام وبتتشال عادي. احنا دلوقتي عملنا الاكستنشن وبعد كده، وده طبعا بيبقى ثابت مش هيثبت غير بالهارد جل. في الفيك نيلز بنحطها اللي هي بتثبت لمده 4 ايام لكن ده الاكستنشن ده لازم نحط عليه الجل. لازم هارد جل، لكن هو بيتحط بيبقى يعني نص الضافر مش بيتحط كامل. وبعد كده البرايمر ده اهم حاجه ان هو نص الضافر اللي بره. اللي بره. اوكي فهمت. اهم من ده كله بقى البرايمر اللي بيتحط قبل الهارد جل ده، عشان الماده الدهنيه بتاعت الضافر بنشيلها عشان الهارد جل ما يفصلش. اوكي، فالستيب دي برضو من الحاجات اللي انا لو لقيتها ما بتتعملش اوقفها. طبعا اسمه ايه؟ برايمر. برايمر، وبعد كده ده الجل، وبعد كده ده الهارد جل. ده الهارد جل. انا عارفه العلبه دي. بناخد اول حاجه بس حاجه صغيره قوي. ايه الفرق بين الجل والهارد جل؟ الجل اللي احنا بنحط جيل بولش على الضوافر العاديه بتاعتنا اللي هو بيز واللون ونحط التوب وخلاص، ده لون عادي زي اللون اللي احنا بنحطه بتاع زمان دوت. بس دلوقتي بقى الجديد ان احنا بقينا بنجيب الماتيريال اللي هي بتقعد شهر، بتقعد 3 اسابيع. فالموضوع بقى احلى ان انا احط اللون العادي بيتقشر بعد 3 4 ايام دوت، يعني يقعد معايا فتره اطول. الجل بيقعد وقت قد ايه والهارد جل بيقعد وقت قد ايه؟ الاثنين نفس النتيجه، نفس الوقت نفس النتيجه. امال اختيارهم بيتم بناء على ايه؟ الكلاينت هي اللي بتطلب ولا انت بتشوفي ايه المناسب للكلاينت؟ لو ضوافرها ضعيفه هتحطي هارد جل. بحط لها هارد جل عشان يدي بس يعني تقل اكتر للضوافر. ان انا لو استعمالي كتير قوي في شغلي في البيت بغسل مواعين فضوافري تستحمل اكتر. ضوافري كويسه انا هحط الجل بولش عادي، انا مش محتاجه اعمل هارد جل. يعني انا ممكن اجيب الجيل بولش عندي البيت واجيب الجهاز ده واتعامل بيه واحطه كاني بحط مانيكير عادي، بس هحط برايمر وبعدين هارد جل جل وبعدين هبرد ضوافري كاني ببردها في البيت عادي. وبجيب البرايمر بحطه عشان ده اللي بيثبت الجيل معايا. وبعد كده بحط البيز وبعد كده بنشفه في اليو في. بعد كده بحط اللون اللي انا بختاره وبنشفه في اليو في. بعد كده بحط التوب اللي هو اهم خطوه اللي هو بينشف كل الطبقات اللي احنا حطيناها وبنشفه برده في اليو في. ده البسيط جدا، ده الجل. بس الهارد جل اعتقد بيحتاج ان احنا نروح بقى لحد، لازم حد يعمل لي، لازم ان خطواته كتير، وكمان انا ممكن اعمل ايد فالايد التانية دي مش هعرف اعمل بيها اتحكم فيها بالظبط. يعني انا لو مش بعمل حاجه بالشمال فمش هعرف اعمل ايدي التانية، فالموضوع هيبقى صعب قوي. في برضو فكره احلى، الناس اللي مش بتحب تحط جل اصلا على ضوافرها، لو احنا عندنا مانيكير عادي خالص احنا ممكن نحطه وبعد كده كل اللي احنا هنستعمله بس ان احنا هنجيب توب كوت جل ونحطه على اللون العادي اللي هو البولش العادي وننشفه في اليو في، كده اصبح اللون العادي بقى لون جل.
فيقعد برضو معايا، فيقعد معانا فترة أطول طبعا. جهاز اليو في ده بتتراوح أسعاره ما بين كام وكام؟ يعني الكويس بيبدأ من كام من غير ما تقولي ماركات؟ يعني ممكن 1500، 1500 جنيه، 1800، 2000. وبيقعد معايا بقى يعني على حسب استعمالي، لو حافظت عليه كويس هيقعد معايا كويس. والتوب أسعاره إيه؟ توب كوت؟ ما كل ما يكون الماتيريال كويسة هيكون يعني في مثلا من 500 من 600. الماتيريال بتاعتكم غالية برضه، مش رخيصة خالص. بس الماتيريال لو احنا جبناها بأسعار أرخص الحاجة مش هتبقى مش هتقعد كويسة. مش هتقعد معانا كويس. احنا كل ده بنحط الجل، الهارد جل، سوري الهارد جل. اوكي. بنحط طبقتين وبعد كده بقى ليه تكنيك معين في الحط بتاعه مثلا؟ انا المفروض ابقى مركزه انه بيتحط لي بشكل معين؟ لا يعني هو مش شرط، كل واحد له طريقته. معينه؟ لا كل واحد بيشتغل بطريقته، بس في الاخر النتيجه تطلع واحده. يعني اللي هو يقعد مستمر معايا فتره تطلع واحده. هو ده المعيار الوحيد لانه التكنيشن عملت لي الجل كويس انه يستمر؟ طبعا. انا ممكن اعمل بطريقه مختلفه غير طريقه حد تاني، بس في الاخر يقعد نفس الفتره. في الاخر يطلع بنفس الشكل اللي انا عاوزاه. نفس الشكل ويقعد معايا بالظبط. انا طريقتي مختلفه بس في الاخر يطلع نفس الشكل ونفس الوقت اللي بيقعد فيه. طيب المفروض ان هو يقعد بقى وقت قد ايه؟ في النيو سيت ممكن يقعد 3 اسابيع وبعد كده انت نعمل ريفيل. النيو سيت ده اللي هو انا حد جاي لك من اول وجديد، من اول وجديد خالص، ما عملش قبل كده بالظبط. ليه اول مره؟ ليه اول مره؟ بعد كده بنقعد قد ايه في الريفيل؟ شهر. اوكي. في ناس ما بتستحملش اللون شهر فبتيجي كل اسبوعين تغير. ملل بيمل زي بسرعه بالظبط. فبتيجي انا زهقت من اللون فانا عايزه اغيره كل اسبوعين. والضوافر كمان بتطول بسرعه يعني. انا ما على حسب كل حد كده المفروض تتعمل خلاص. ما ممكن تكون انت بضوافرك بتطول بسرعه، ممكن في ناس تانية ضوافرها بطيئه قوي. فممكن بعد شهر يظهر الطول دوت. فعلى حسب كل حد الضوافر بتطول ازاي. طيب الجل بولش بقى اسعاره ايه؟ افريج 350. الجل على الضوافر الطبيعيه. على الضوافر الطبيعيه. والبرايمر؟ لا ده دي حاجه اساسيه تتحط مع ال سعره، عايزين نعرف السعر نفسه. 450. اوكي. احنا دلوقتي عملنا طبقه الهارد جل. لازم نبرد عشان لو في اي حاجه طلعت زياده بالظبط. الزياده دي بنعملها وبنشيلها. انت اللي مختاره اللون يا نور؟ لا الصراحه بس هي ذوقها حلوه قوي فسبتها هي تختار. انا عملت لها الوان، الالوان اللي هي ماشيه دلوقتي اللي هو اللي اي حد يقدر يعملها قوي بالظبط. ده بيسموه كات اي ولا مش ده؟ لا كات ده اي ده الكروم. الكروم ده طلع ترند قوي يعني، اي حاجه فيها جليتر دي طالعه موضه قوي. احنا بعد كده بقى ده غير الميرور. الميرور ده اللي هو البيرل اللي هو بيبقى اخف من ده شويه. اوكي. الكروم بيبقى لونه اتقل. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا بردنا خلينا كله سوا واحد بالظبط. بعد كده احنا هنحط التوب كوت اللي هو هنحط عليه الكروم. بنحط طبقه في الاول التوب كوت. ده التوب كوت اللي هنحطه في الاخر؟ لا ده بنحطه لما بنعمل الكروم. بس فده هنحطه في الاول. وننشف وبعد كده نحط عليه الباودر ونحط عليه التوب تين. الكروم ده باودر فهمت بالظبط عشان يمسك فيه بالظبط. لا خدي بالك انا خبره. الحاجه دي كل البنات بتحبها. اسهل اسهل بكتير ويبقى طول الوقت ايدي شكلها حلو. لا وكمان بتكمل الشياكه وتخليني واثقه من نفسي. على طول شكلي حلو. ايوه صح. بتكلم بثقه. عايزه اتكلم بايدي. انا بتكلم بايدي على طول فعلا. شكلي كويس. دلوقتي طبعا بقى طلع الموضه الضوافر الطويله. الالوان الغريبه جريئة. اعمل جليتري مع لون نيون ينور. اعمل حروف، اعمل اشكال كده مش موجوده. فيعني موضه بقى في الضوافر. بنترست ما خلاش. حاجات كل مره حاجات جميله قوي عشان اطلع من عليه يعني ديزاين جديد. انا بعمل كل اسبوعين بقالي 8 سنين وانا مسافره فلازم الضوافر تبقى لون المايو اللي انا هبقى لابساه. انهي مايو؟ فدي تفاصيل بقى. كلنا بنهتم بيها طبعا. الجليتر نفس الماتيريال نفس هو اسمه جليتر
صح؟ الماتيريال اللي هي بتاعت الجليتر اسمها جليتر. جليتر بالظبط. آه. في مكان محدد في مصر نقدر ننزل نشتري منه الحاجات دي؟ منطقه منطقه مش مكان، منطقة. اماكن ومناطق كتير بجد، مش منطقه محدده. اونلاين طبعا مش زي العتبه مثلا يبقى فيها حاجات. لا الاونلاين دلوقتي بقى اونلاين كل حاجه. طيب كل حاجة. اوكي ماشي. دلوقتي احنا حطينا اول حاجه الاكستنشن، وبعد كده حطينا برايمر. البرايمر اللي ده اهم حاجه، اهم حاجه البرايم في الطبقات كلها. وبعد كده حطينا الهارد جل. الهارد جل. ودلوقتي حطينا توب عشان يمسك فيه اللون اللي انت هتحطيه ده بالظبط، اللي هو الكروم، اسمه الكروم، اللي هو الكروم. وطبعا هنحط اللون اللي احنا مختارينه. انت عايشه من امبارح من غير الصباع ده يا نور؟ مستنيه الهوا بتاعنا عشان تكملي الشكل. موضوع سهل قوي. ده في صباع تاني انا شايفاه مش معمول. اه برضو ما عندناش وقت للاسف، خمس دقايق والفقره تخلص. وده طلع الشكل في الاخر زي اللي احنا كنا مكملينه. ده هي كده مش هتدخله تاني؟ لا ده احنا كده بعد ما حطينا الباودر هنحط التوب عشان نثبت كل الطبقات اللي احنا عملناها. الكورس ممكن ياخد وقت قد ايه لو حد عايز يتعلم التكنيك بتاع الهارد جل؟ يعني ممكن مثلا 3 أسابيع، في الاسبوع حصتين. اوكي، ايه الفرق ما بين سريعا الاكليريك والهارد جل؟ الاكليريك ليه ميزه حلوه قوي، انا مش حابه احط ايدي في اليو في خالص. الاكليريك بينشف في الهواء عادي، ممكن احط عليه لون عادي، فانا كده ما استخدمتش اليو في خالص. طب ايه اللي يخليني مش عايزه استخدم اليو في؟ في ناس مش حابه تحط ايديها في الـ في الـ في اليو في، مش عايزه تشوف الاشعاع دوت يجي على ايديها. انا مثلا ايدي ممكن تسمر شويه. بجد؟ اه اوكي. فانا مش حابه استخدم في الوقت القليل ده ايدي ممكن تسمر. في ناس جلدها بيتاثر بكده. اه مع الوقت الكتير ايدي تتاثر بالاشعاع دوت. اه فده ميزته ان هو اقوى من الهارد جل، وكمان انا مش بستخدم يو في خالص، اللي هو كل حاجه بيتحط بنفس تكنيك الجل بالظبط. بركب الاكستنشن عادي وبحط الاكليريك، وبعد كده بحط ببرد الاكليريك، وبعد كده بحط النيل بولش عادي بس. لكن الهارد جل من الاول للاخر انا بستخدم اليو في. فده ليه ميزه. ما بيبقاش الاكليريك ليه سيكنس شويه مختلف عن الهارد جل؟ يعني بيبقى اتخن؟ انا اللي بتحكم. على حسب هي حابه ايه انا بعمل. انا بحس ان هو اصعب على التكنيشن، الاكليريك اصعب من الجل. هو اصعب عشان بس بستخدم حاجتين انا بحطهم، يعني ليكويد وباودر. اه مش بستخدم حاجه واحده زي الهارد جل. انا بستخدم بالفرشه حاجتين عشان اكون حاجه. فده بيبقى اصعب شويه، لازم اتحكم فيه يعني بطريقه معينه. اوكي. دلوقتي احنا عرفنا يا جماعه ان احنا ممكن نشتري اليو في في البيت، ونشتري جل، ونشتري برايمر. برايمر واكستنشن ان كيس انه احنا عايزين نطول ضوافرنا، وجل لون على طول، وتوب كوت. يعني لو لون عندي لون في يعني البيت عادي، يعني هما كده 3 أزايز وجهاز. انا عندي لون في البيت عادي. ولو عندكم صح الوان مانيكير في البيت عادي، انا بس هشتري التوب كوت. بس هتشتري التوب كوت بس واليو في بس، دي حاجه لذيذه موت. فده هيخليه يقعد قد ايه؟ يقعد شهر. نفس الشهر؟ ايوه، هو الطبقه الاخيره دي هي ثبتت كل الطبقات الاساسيه اللي تحت. أوكي. فخلاص انا كده حولت اللون العادي. امال احنا بنعمل جل ليه يا بنتي؟ هارد جل ليه؟ ده بقى لو ناس انا مش حابه بقى تكبر الموضوع. طب واشيل ازاي؟ اروح الاهم بقى، اشيله ازاي في البيت؟ دي بقى نقطه حلوه قوي. اه انا هبرد برده خفيفه خفيفه، اشيل الطبقه اللي هي اللي فيها الجل. اللي فيها جلوس دي اللي بتلمع، وبعد كده بجيب قطنه وعليها اسيتون وفويل، وبلف الضافر نفسه اللي عليه اللون 5 دقايق، وبشيل بستيك خشب اللون طلع معايا خالص. بس كده؟ بس خلاص. وبغير اللون بقى تاني عادي. اصل في انا بخاف من فكره البرد دي، لانه ممكن اوصل للضافر نفسه. لا الماشين ده ده صعب، مش اي حد يعني. ده زي بتاع دكاتره الاسنان. هو ده. مخيف. فيعني في البيت بلاش نستخدم المبرد العادي، وبعد كده قلتي اسيتون. اسيتون وقطنة وفويل. ونلف وقت قد ايه؟ 5 دقايق بالظبط. اوكي. بلاش اكتر من كده عشان بس الجلد عندنا ما يحصلش فيه مشكله. اوكي. بس وهتلاقي اللون اتشال بسهوله وخلاص. عايزين نشوف الفاينل ريزلتس. اوكي. لا اللي مش ليا للكاميرا.
عشان نبقى ضبط عشان نلف الصباع. اه دارلنا والنبي بس الصباع اللي مش معمول عشان احنا كنا المفروض نعمله. للاسف انا عاجبني قوي اللون ده، للاسف مش هقدر اعمله عشان هيبقى فاقع قوي في الكاميرا، بس هو لذيذ قوي يا نور. طب وهتكملي لها الصباع ده ولا هتسيبيها كده؟ ايه نكمله اكيد هنكمله. ميرسي يا نور، ايديكي جميله. انت اللي جميله، انت موديل اصلا صوابع. لا كده بقى ميك اب وصوابع. اه ميك اب وصوابع. نورتينا يا كريستين، وثانك يو على المعلومات اللطيفه اللي عرفناها دي. انا في حاجات رغم ان انا بقالي كتير بعمل جل، بس في حاجات حقيقي اول مره اعرفها. بس الكورس بيفرق قوي. بيفرق، بس لو هعمل لنفسي. لا هيفرق. اللي عايز يشتغل، اللي عايز يشتغل. اه لكن لو هعمل لنفسي الحاجات بسيطه وسهله جدا. اه انت شرحت لنا الموضوع. ميرسي قوي يا كريستين. ميرسي يا نور، نورتينا. انا اتبسطت جدا جدا في الحلقه النهارده، وطبعا انا بكذب لان انا حقيقي بفتقد دينا جدا، وبفتقد شريف برضو، وبحس بالوحدة والغربة وانا قاعدة لوحدي تماما كده. بس اتمنى اكون كنت خفيفة يعني على قلبكم النهاردة، والفقرات تكون عجبتكم. ما تنسوش صفحة الفيسبوك، اللي ما عملش فولو يدخل يعمل فولو، واي حد عنده اي كومنت عايز يقوله على اي حاجة احنا عملناها او عايزينها تتعمل ابعتولنا في الانبوكس، احنا بنشوف كل الرسائل وبنتابع كل الكومنت. يومكم اللي باقي من اليوم ان شاء الله يبقى لطيف، واشوفكم باذن الله بكره انا ودودو، فانا وهو وهي الساعه 3 على صدر البلد.